نكمل اخبارنا وتعليق على اخبار الاهلي في الصحف النهارده. نروح للمسا، والمسا بتتكلم على ان الاهلي يستقر على شراء رمضان صبحي زي ما حضراتكم شايفين كده، ويعني ده امر معروف، يعني الاهلي هيسعى بكل قوه خلال الفتره اللي جايه ان هو يتعاقد بشكل رسمي على رمضان صبحي. لكن يبقى يا جماعه الكلام ده، لو تفتكروا احنا قعدنا فتره كبيره خلاص ما كانش في اخبار عن رمضان صبحي بقى، لان دخلنا في سوق الانتقالات الشتويه، فالكلام بقى على ايه بادجي وكهربا واللعيب اللي هيمشي وكلام من ده، فالناس كانت ناسيه موضوع رمضان صبحي ده. فساعات كده ما بتلاقيش حاجه ترجع للي كان قبل كده تتكلم فيه، والموضوع ده محسوم يا جماعه. هل هيبقى في محاولات من النادي الاهلي بخصوص شراء رمضان؟ طبعا هيبقى في محاولات، ميعادها بقى مش ميعادها، الكلام الامور دي بتبقى سريه، يعني هل الاهلي اتحرك ما اتحركش، الكلام ده بيبقى سري غير معلن في النادي الاهلي. وهو بيقول لك كمان ايه، الخطيب وافايلر ولجنه التخطيط يحسمون الصفقه مع هدرسفيلد، يعني من ضمن المحاولات، يعني ممكن يحصل خلال الفتره الجايه، لكن اكيد في تمسك بالتعاقد بشكل نهائي مع رمضان صبحي. برضو ده هيتوقف على موعد يعني انتهاء الموسم، لما يخلص الموسم بالنسبه لرمضان سنه الاعاره مع النادي الاهلي، بعد كده بقى نشوف ساعتها الامور ماشيه ازاي، المفاوضات هتمشي ازاي، رغبه اللاعب الاستمرار ولا العوده للاحتراف، الكلام ده يعني لسه في تفاصيل كتير جدا بخصوص استمرار رمضان صبحي، والكلام مش وقته خالص دلوقتي، يعني لسه بدري على الموسم ورمضان موجود مع النادي الاهلي. الاهم دلوقتي ان هو يرجع بالسلامه، الامور بالنسبه له ماشيه بشكل جيد بعد مزق العضله الخلفيه زي ما اتكلمنا مع حضراتكم في بدايه الحلقه، يرجع بالسلامه، يركز في التحديات مع الفريق وينجح ان شاء الله الفريق مع زملائه، ونجيب لنا افريقيا والدوري، وبعد كده نشوف بقى ايه اللي هيحصل بخصوص مستقبل رمضان صبحي. لكن كلنا طبعا نتمنى استمرار رمضان صبحي مع النادي الاهلي، ده امر معروف يعني.